القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. قواتنا المسلحة تثأر للشهداء. وداخلية إحباط تهريب 260 بندقية للإرهابيين. المهندسين على خطى جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة. وعمدة فرنسي يغلق مسجدا ويسجن اثنين من الأئمة. وإليكم تفاصيل النشرة. جيشنا يثأر للشهداء، حيث أكد بيان لقواتنا المسلحة أنه ردا على العملية الإرهابية ضد كمين أمني بشمال سيناء، نفذت قواتنا الجوية ضربات استمرت 3 ساعات لمناطق تمركز العناصر التكفيرية المسلحة من المتورطين في الهجوم الإرهابي، ما أسفر عن تدمير 7 عربات دفع رباعي وقتل العشرات من العناصر التكفيرية. وأوضحت القوات المسلحة أنها بمساندة شعبها العظيم عازمة على ترسيخ الأمن والاستقرار، ولن تثنيها الأعمال الإرهابية عن حماية شعبها. هذا وبث الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو غنائي بعنوان سكت الكلام، وذلك مع فيديوهات للضربة الجوية المركزة للقوات الجوية ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء. وتتضمن كلمات الأغنية مصر بتحارب، هترد كل اللي اعتدى واللي ابتدى، نصرنا طايرة في الفضاء، رجال شداد يحموا البلاد وقت الخطر. مصر بتحارب، هنرد كل اللي اعتدى واللي ابتدى، واللي افتكر دم الولاد هيروح حاضر عاجل جديد. اقرا الخبر، الضرب بالجو ابتدى ونصرنا طايره في الفضاء، رجال شداد يحموا البلاد وقت الخطر. سكت الكلام، سكت الكلام. فيما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط سيارتي النقل بالقرب من معدية سرابيوم، وبهما 20 بندقية مثبت بكل منها جهاز تلسكوب. كما تم ضبط سيارة بمركز الوسطى محافظة بني سويف بها 190 بندقية خرطوش، حيث أضافت المعلومات قيام السائق بإخفاء 50 بندقية بأحد المخازن فتم ضبطها بإرشاد المتهم. المهندسين على خطى جامعة القاهرة، حيث قال الأمين العام لنقابة المهندسين المهندس محمد خضر إن النقابة قررت إلغاء خانة الديانة من كافة تعاملاتها وأوراقها، موضحا أنه بدءا من نوفمبر المقبل ستطبع النقابة كافة الاستمارات دون خانة الديانة. وكان رئيس جامعة القاهرة دكتور جابر نصار قرر إلغاء خانة الديانة كمطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها الجامعة. بعد ارتفاع جنوني تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بقيمة 5 جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 510 جنيهات، ويكون إجمالي تراجع المعدن الأصفر على مدار يومين 40 جنيها، حيث تراجع السعر العالمي للأوقية بقيمة 3 دولارات ضمن سلسلة تراجع عالمية نتيجة توقعات برفع أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي. مواجهة التطرف بالتطرف، حيث قالت إذاعة أوروب آن الفرنسية إن عمدة بلدية لاني سيور مارن قرر منع أداء الصلوات والطقوس الإسلامية في شوارع مدينته، مطالبا الحكومة الفرنسية بدعم قراره وتعميمه في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن المساجد تمثل وكرا لولادة الأيديولوجية الراديكالية، وهذا السبب هو الذي جعله يغلق المسجد الوحيد بالمدينة ويضع 2 من الأئمة القائمين عليه في السجن بتهمة التطرف. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.